أهلا بك عزيزي المشاهد في حلقة جديدة من برنامجنا اللي فيه بنعرف قيمة وقوة وعظمة كلمة الله، اللي فيه بنقرب من كلمة ربنا أكتر وأكتر، اللي فيه البرنامج ده أنا بتكلم عن نفسي أنا شخصياً، إنه كل ما بظهر معاكم في حلقة بكتشف قد إيه أنا محتاج أنكسر أكتر واتضع أكتر قدام ربنا، لأنه كلمته رائعة مغيرة للحياة. أنا عايز أعترف قدامكم إن أنا كل يوم بزداد جهل أكتر، بحس إيه ده؟ ده أنا مش عارف حاجة، ده أنا محتاج أعرف وأعرف وأعرف، محتاج أبذل مجهود أكتر من كده، محتاج أتضع أكتر من كده. يا رب افتح عينيا وافتح قلبي عشان أقدر أعرف كلمتك أكتر وأكتر، فكلمتك تدخل حياتي وتغيرني. وقفت معاكم الحلقة اللي فاتت في فهم أقوال الحكمة أو أصفار الحكمة في تقسيم لسفر الأمثال تحديدا، وشفنا إزاي سفر الأمثال متقسم إلى مجموعة أقوال. بدأ بأول 9 إصحاحات بيتكلم عن الحكمة، بعد كده بيتكلم لأقوال سليمان، هي الأقوال الرئيسية اللي أخدها في ثنائيات الشرير والبار، الغني الفقير الحكيم الجاهل، دي ثنائيات كان يقول عليها أقوال مختصرة لغاية إصحاح 24، وبعد كده مجموعة أقوال لملوك لحكماء مختلفين، وبعدين بيختم في النهاية بإصحاح 30 و 31 لأجور اللي استخدم التعاقب العددي، وبعد كده أقوال لموئيل اللي ختم بيها في إصحاح 31 بالمرأة الفاضلة اللي قلنا إنها رد على الـ9 إصحاحات الأولى اللي بيتكلم فيها عن الحكمة، وكانت في سورة امرأة، وهنا أيضا بيتكلم فيها عن الحكمة في سورة امرأة فاضلة. يعني يا بختك لو اقتنيت الحكمة اللي احنا اتفقنا على تعريف ليها. وقلنا شوية أمور في النص بتساعدنا لفهم أصفار الحكمة، وأنا النهاردة وعدتكم أني هقفل معاكم أصفار الحكمة، لكن كل اللي هعمله النهاردة أن أنا هراجع معاكم تاني بعض الحاجات اللي قلناها وأكدنا عليها، لأنها هتفهمنا قوي أصفار الحكمة. أنا عايز بس قبل ما أعمل كده أقرأ لكم شوية أجزاء قدامي في إصحاح 22: الصيت أفضل من الغنى العظيم، والنعمة الصالحة أفضل من الفضة والذهب، الغني والفقير يلتقيان، صانعهما كلاهما الرب، الذكي يبصر الشر فيتوارى، والحمقى يعبرون فيعاقبون، ثواب التواضع ومخافة الرب هو غنى وكرامة وحياة، شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها، رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه، الغني يتسلط على الفقير، والمقترض عبد للمقرض، الزارع اسما يحصد بلية، وعصى سخطه تفنى، الصالح العين هو يبارك لأنه يعطي من خبزه للفقير. أنا قصدت أقرأ جزء وبدون أي ترتيب، أنا فتحت هذا الجزء قدامكم من سفر الأمثال وبدون أي ترتيب، لكن في كذا ملاحظة. طبعا مش هدفي أتأمل قوي، لكن هدفي أن أنا أوريكم أن إحنا اللي قلناه كله ينطبق على أجزاء كتير من اللي قلناها. مثلا حاجة من ضمن الحاجات، أقوال مختصرة بتعبر عن حق معين، بيستخدم صور وتشبيهات عشان يوصل فكرة، بيستخدم ثنائيات عشان يبين التباين اللي عايز يقوله، اللغة الدينية قليلة، محتاجين نفسر أو نترجم
بعض العناصر اللي موجودة في الأقوال دي عشان نقدر نفهمها. كل اللي قلناه موجود هنا. مثلا الغني والفقير ثنائية، برضو الغني والفقير تاني في عدد 7، مثلا عدد 6، خلي بالكم عدد 6 ده مهم قوي، يعني ده وقع قدام عينيا كده. رب الولد في طريقه، فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. خلي بالكم عدد 5 بيقول إيه؟ شوك وفخوخ في طريق الملتوي، من يحفظ نفسه يبتعد عنها. أنا قريت أمثال 22 ابتداء من عدد 1 لغاية عدد 9، وأنا علقت على عدد 6، رب الولد في طريقه فمتى شاخ أيضا لا يحيد عنه. طيب أنا عايز أعرف رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. كلمة طريقه هنا عايدة على مين؟ طريقه، رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه. متى شاخ؟ عارفين إن رب الولد لما يكبر مش هيحيد عن الطريق ده، لكن أنا في رأيي المشكلة في كلمة طريقه. افتكروا معايا قلت لكم إن اللغة الدينية قليلة في سفر الأمثال. إحنا بنروحن الفكرة زي بالظبط لما بنقول كثير الأصحاب يخرب نفسه لكن يوجد صديق ألزق من الأخ، على طول مين الصديق ألزق من الأخ؟ بنروح لفكرة الرب يسوع الصديق الألزق من الأخ. هنا الآية اللي قبلها ما بتتكلمش عن الرب، والآية اللي بعدها في عدد 7 الغني يتسلط على الفقير والمقترض عبد المقرض. يعني آية 5 بتكلم على طريق الملتوي، والمفروض البني آدم يحفظ نفسه بعيد عن طرق الملتوي. 6 بيتكلم على مبدأ تربية. 7 بيتكلم على الغني والفقير والمقترض. واخدين بالكم؟ أفكار مختلفة ورا بعض. هل هو إنها أول مرة يتكلم عن الغني والفقير؟ لا، مش أول مرة. أنا لازم أجمع كل الأقوال مرة واحدة، هقول الكلام ده تاني. المهم أنا عايز أقول رب الولد في طريقه، هو هنا بيتكلم على مبدأ في التربية مهم، ما بيتكلمش على رب الولد في طريق الرب. ايه ده؟ يعني احنا ما نربيش ولد في طريق الرب؟ انا ما بتكلمش عن كده خالص. انا بقول القول ده بيقول لنا حكمه مهمه، قول مختصر عن حق رب الولد في طريق الولد. رب الولد بحسب ميول الولد. رب الولد بحسب شخصيه الولد اللي الرب خلقه بيها. رب الولد في طريقه. مبدا مهم جدا في التربيه. احنا بقى بنستسهل وروح مروحانين الايه دي في رب الولد في طريق الرب. في مئات الايات بتكلمنا عن تربيه الابناء في 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 مخافه الرب، ربوهم بكل تاديب وانذار. يعني في ايات كتير بتتكلم عن كده، لكن هنا بيتكلم عن مبدا مهم في التربيه. انا بس اوريكم ازاي نفهم اللي انا قلته كل ده اللي فات، ازاي نطبقه على النصوص دي. هنقدر نفهم النص بسهوله، محتاجين نترجم النصوص دي علشان نقدر نفهمها في واقعنا النهاردة. عايز أختم معاكم النهاردة بشوية إرشادات وملاحظات، إرشادات عشان تساعدنا للفهم. 1، الأمثال أو أقوال الأمثال أو الأقوال المختصرة عن الحق، أرجو أن الجملة تتفهم في نطاقها، ليست ضمانات شرعية من الله. ده مش ضمان انه كذا يحصل كذا. مثلا رب الولد في طريقه فمتى شاخ لا يحيد عنه، ده لسه انا بقولها، ده مش ضمان. يعني مش كل واحد هيربي الولد زي ما الولد طالع شخصيته لا يحيد عنه، ممكن يحيد عنه. وياما شفنا نماذج. لا، هو بيحط مبدا مهم، هو بيحط مبدا صح. مثلا الجواب اللين يصرف الغضب، خلي بالكم الجواب اللين يصرف الغضب. مش كل مرة انت هتكلم واحد بطريقة كويسة هيهدى، مش ضمان. لكن الصح انك تعمل كده، الصح انك تربي الولد بالطريقة دي، الصح انك تتعامل مع المرأة بالطريقة دي، الصح انك تتواضع، الصح انك تعمل. هو بيقول لك الخبرة، بيقول لك الصح، لكن هي مش ضمانات شرعية. عشان هو مش بيقول لك حق مطلق. يعني مثلا تعالوا النهارده، يعني عشان اقرب لكم الصوره، القرش الابيض ينفع في اليوم الاسود، ده مش ضمان انك كل ما تحوش هينفعك، ممكن تحوش كتير
وتكتشف ان الاحتياج اكبر بكتير في يوم صعب مثلا. ده مش ضمان، لكن الصح انك تعمل كده. ده بالظبط نفس الفكره هنا، انه سفر الامثال ليست عباره عن مطلقات مضمونه. مش كل ما تختار امراه متواضعه عندها استعداد تعيش معاك هتكمل معاك العمر كله، ممكن يحصل تغيرات. انا بس عايز افرق ما بين انه نقول دي كلمه ربنا وربنا قال كده يبقى هيحصل كده، وساعات كتير نمسك وكاننا بنخنق ربنا، انت قلت يا رب في كتابك وانت قلت في وعودك. لازم نفهم الكلمات في نطاقها، دي كلمات حكمه، خبرات حياتيه بتساعدنا على ان احنا نعيش في طريق الرب، في طريق النجاح، وتحملنا المسؤولية. لكن ممكن يكون في عوامل تانية كتير بتبوظ. فتعالى نقرأ سفر الأمثال، ده بيقول إرشادات للفهم، بأنه مش ضمانات شرعية الله ضمنها 100%، لكن لازم أفهمها أنها أقوال مهمة لازم أعيش بالطريقة دي. مبدأ تاني، لازم سفر الأمثال يقرأ كمجموعة أمثال على بعضها، وهفضل أقول الجملة دي لغاية ما تزهقوا مني. قلتها قبل كده 3 مرات ودي رابع مرة بقول نفس الجملة. سفر الأمثال لازم يقرأ كمجموعة أمثال، لازم أقرأ كل الأقوال أو الأمثال عن الحكمة، لازم أقرأ كل الأقوال عن الموازين. ده محتاج قراية سفر الأمثال تختلف عن أي قراية تانية. صحيح انت ممكن يكون في قرايتك اليوميه للكتاب المقدس بتقعد تقرا زي ما انا قريت معاكم امثال 22 وتكمل تقول انا خلصت قرايه النهارده، لكن لازم يجي الوقت اللي فيه، ما احنا قلنا بقى هنقرا بطريقه مختلفه، يجي الوقت اللي فيه بتجمع انت تقعد تشتغل او حد يجمعها او كتب اوريدي مجمعاها وتقراها، هتستمتع بيها بطريقه غير عاديه، وعينيك هتتفتح على ابعاد في الفكرة اللي عايز يقولها الكاتب، أو الفكرة اللي عايز ربنا يخلينا نعيشها في التعليم ده، عن الغنى، عن الفقر، عن التواضع، عن السخاء، عن الملوك، عن الكلام، عن الموازين، عن أي حاجة. جمع الأقوال دي وإقراها كمجموعة أمثال على بعضها. مبدأ ثالث، التركيب اللغوي قصد بيه أن يكون سهل الحفظ، أنت لازم تبقى مدرك هذا الأمر، لا أن يكون دقيقا نظريا. يعني هو مش بيحط نظرية بلفظ ما تخرش المية، هو استخدم ألفاظ علشان أنت تقدر ترن معاك المقولة دي وتحفظها، لأن المعنى اللي فيها مهم ومؤثر. أنا بقول الكلام ده وأنا عارف كويس قوي إن إحنا بنقرأ باللغة العربية. اللغة العربية مهما كان أول ما تترجم شعر، زي بالظبط لما نترجم الشعر العربي الموزون والمقفي أي القافية، زي ما نقول يسوع، ينبوع، جموع، ربوع، شغل، أجي أترجم الترنيمة دي إلى اللغة الأجنبية أخرى، لغة أجنبية أخرى، إنجليزي، ألماني، مش هتبقى يسوع، مش هتبقى سهلة الحفظ، مش واضحة، هتبقى بتقول لي المعنى. ده مكتوب في العبري، لغة سهلة الحفظ، مكتوبة فيها نوع من أنواع الشعر العبري. لما اترجمت بقت بالطريقة دي، ومع ذلك أنا عايز أقول لأن العربي أقرب للعبري في بعض الكلمات فممكن يكون باين كده، لكن الهدف هو أصغها بالطريقة دي عشان نحفظها، مش عشان يأكد نظرية دقيقة حرفيا. بتبقى صعب قوي لما أنا أتعامل معها بطريقة حرفية، إنه مش ممكن تيجي بالطريقة دي. مبدأ رابع مهم، بعض من الأمثال تحتاج إلى ترجمة لكي يتم تقديرها وفهمها. لما يجي مثلا يقول لك ايه غمز العينين يثير الحزن، يعني ايه غمز العينين يثير الحزن؟ انا لازم ارجع وابص
واقرا وافهم كلمه غمز العين. معنى غمز العين في الوقت ده تعني ايه؟ النهارده غمز العين ممكن ما تعنيش حاجه، يعني وانا بتكلم معاك انا عملت كده غمزت معناي، ده اللي انا فاهمه عن غمز العين. يعني ايه غمز العين دي؟ لازم اترجم غمز العين بما يتناسب مع ثقافتي، افهم كانت تعني ايه في الوقت ده وترجمها النهارده هنا. مثلا لا تكن من ضمن صافق الكف. شفت انا عملت ايه؟ ما سقفش يعني؟ لا، هل صافق الكف دي سلام معين؟ كان وقتها سلام معين؟ ده لازم افهمه، وعشان افهم المعنى هنا لما افهم انه مثلا صافق الكف ده كان معناه ضمان، واحد يضمن واحد في قرض معين، يبقى انا افهم المعنى بتاعها كده، اسمي ترجمتها لواقعي اقدر افهمها في يومي النهارده. مش هقدر استوعب سفر الامثال الا لما اترجم بعض الحاجات المرتبطه بالبيئه، لانه اي مثل حتى الامثال النهارده هو ابن بيئته، او المثل بنت البيئه. اي مثل لازم يطلع من البيئه. يعني ايه اللي خلاه قال زارع مثلا؟ انا في امثال 22 قدامي بيقول الزارع اسما يحصد بليه وعصا سخطه تفني. يعني ايه الزارع؟ طبعا احنا يعني ما فيش حد بيفكر فيها، فاهمين يعني ايه زرع ويحصد، زرع ويحصد. لكن في ناس بلاد ما فيهاش زراعه ممكن ما يفهمش يعني كلمه زرع. فالمثل بيتقال من البيئه، هو ذا الزارع خرج الزارع ليزرع، يعني انه بيكلم ناس عارفه الصوره دي. فانا لازم افهم البيئه بتاعه الامثال عشان اقدر اترجمها لواقعي. دي اربع ارشادات، ليست ضمانات شرعيه من الله، تقرأ كمجموعة. التركيب اللغوي مش هدفه أن يكون حرفي، لكن هدفه أن يكون سهل الحفظ، فهو مش بيقول نظرية حرفية. حاجة أخيرة، لازم نترجم بعض الحاجات اللي تبدو صعبة بالنسبة لنا عشان أقدر أفهمها في يومي النهاردة. أختم معاكم وأقول لكم سفر الأمثال ممتع، أو الأمثال آسف أدب الحكمة ممتع، لأنه لغة مختلفة عن لغتنا. تعالوا نقدر هذا الكلام، يعني بمعنى أصح لو قلنا زمان زمان زمان، معرفش أنتوا فاكرين ولا لأ، من ضمن مدارس التفسير لكتاب المقدس مدرسة رمزية، مدرسة حرفية، مدرسة سفر الأمثال ما ينفعش يكون حرفي. لو طبقته حرفي في مشكلة كبيرة، في أمثال هتضيعنا. لكن سفر الأمثال مجازي، ليه معنى ورا الكلمات، أنا لازم أفهم الكلمات دي. سفر الأمثال نظريات عملية، مش نظريات لاهوتية. هو مش بيتكلم عن لاهوت، بيتكلم عن سلوك. لو شفنا سفر الأمثال بالطريقة دي هنلاقي الأمور سهلة أوي. طبعاً برجع واقول في كل مره بقول نوع من انواع النصوص، الموضوع مش سهل قوي، لكن محتاج نمارس الامر ده، نقرا الكتاب بالطريقه دي، ومع الوقت انت هتاخد على القرايه دي، وهتلاقي كلمه ربنا نورت قدام عينيك، وحياتك بتتطور، وحياتك بتتغير، لان الكلمه بتنطبع في حياتنا. انا مصر على اللفظ ده، ان الكلمه تنطبع في حياتنا، مش الكلمه تبقى عابره في حياتنا، لكن ندخل إلى أعمقها. عشان كده بنبذل كل المجهود ده. يا رب افتح عينيا، يا رب افتح قلبي عشان أقدر أقترب أكتر وأكتر من كلمتك. أنا هكتفي بكده النهاردة في سفر الأمثال أو أسفار الحكمة عموما. ابتداء من الحلقة الجاية هخش معاكم في نوع من أنواع النصوص الجديد، وناخد خطوة جديدة في فهم كلمة الله. ربنا يبارككم، ومنتظركم على شوق. أشوفكم الحلقة اللي جايه.